اليوم دافيد عيسى كتب بجريدة الديار أنه على المستوى المسيحي حتى يبدو وضع فرنجي الأفضل مقارنة بغيره ومشاكله مع الأطراف المسيحية. الحوار بين القوات والمرضى يسير بخطى ثابتة، العلاقة مع الكتائب جيدة خاصة بعد تسلم سامي الجميل لرئاسة الحزب، وينقصها التزخيم والتطوير. هو يعني قاسم مشترك بين الجميع. أول شيء على طاولة الحوار عم نشوف أنه مواقف الوزير فرنجية مواقف مرني، ما عم يتصلب بموقف، وعم نشعر جيدا، عم نشعر كتير منيح انه هالزلمي مش متحجر بمواقفه مثل العماد عون، وعم يطرح امكانية التوافق حول الرئيس ايا يكن اسمه. ونحن الشيخ سامي طرح مبادرة شقين، او ينزلوا الاربعة الرئيس الجميل والوزير فرنجية والدكتور جعجع والعماد عون، ينزلوا على مجلس النيابة ونضل نعمل دورات انتخابيه ليطلع واحد، وان شاء الله يكون العماد عون، وقلنا له 100 مره بيكون رئيسنا بكل محبه لمده 6 سنوات. اما لا، اذا الفيتوات متبادله، لانه ما بنعرف اذا العماد عون رح ينتخب الوزير الفرنجيه، ما بكره هون المشكله. تعالوا لنقعد نحكي مع بعضنا بكل وعي ونطرح اسماء على الاقل قادره على انقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي. وهون طرحنا على سبيل المثال كارلوس غصن، نعم، لانه مش غرقان بالوضع اللبناني والوحول السياسية اللبنانيه. طيب وبعد وهون بيكون قوي اذا هو على طاولة الحوار التفوا حوله عليه. مش بيكون قوي اذا عنده كتله شي جاب له اياها حزب الله وشي جاب له اياها ما بعرف مين.